السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم نتكلم واحد الموضوع ديال أم الصبيان عندها عدة أسماء. هاد أم الصبيان تتكون السبب الرئيسي في الموت ديال الأجنة، المرأة اللي تتحمل تولي الحملة عدة شهور شهرين تتسقط، وعندها أسماء عديدة مثل أم ملدم، مثل الأكلة المتأكلة، الريح الأحمر، داء الأكبر، القرينة، التابعة، وتتمنع المرأة الحمل وتتقتل الأجنة وعندها علاقة هي بالأطفال وعندها علاقة بالشباب دون البلوغ، اللي باقي ما تيبرروش البنات. هاد أم الصبيان شيطانة خبيثة، تتفسد الزواج، تتمتص فم الطفل دون يغسل فمه ويديه، فتقول قوه ويكثر على الطفل القي والامراض ويضعفه ويصير هزيلا. هناك حديث فيما معناه ان الشيطان حساس لحاس، وكاين الفرق بين القارين وام الصبيان. فالقارين نوعان، نوع من الملائكه ونوع من الجن، تلازم الانسان حتى الموت، وغادي نتطرق في مواضيع ان شاء الله اخرى لهذا العالم. ومازال هناك ضخائر في عالم الجن والسحر والشفاء والعلاج منه والحكمة، وهذا راه الحساب ديالي الثاني. الحساب الاخر راه حتفوا ليا، انا درت الحساب جديد. ولا تنساو الاشتراك، القناة ديالي في اليوتيوب راه في الصفحة وهنا. الله يسخر.